صباح الخير يا اللي معانا، وصباح الفل، واول الاسبوع 10 الصبح في الاهلي. النهارده 11/9، وهذا التاريخ بيحمل العديد من الذكريات الجميله، وفي نفس الوقت برضو بدايه كده لمشوار جديد للنادي الاهلي مع طبعا المدير الفني الجديد اللي هنتكلم عنه مش النهارده بس، هنتكلم عنه اكيد طوال هذا الاسبوع، وهنامل ان شاء الله يكون يعني بيحمل هذا الرجل من الصفات اللي احنا منتظرينها، وان هو يجي النادي ويطور الكره ويشوف مين اللعيبه هتكمل مع النادي الاهلي ومين اللعيبه اللي احنا محتاجين نضمها وغيره وغيره من الملفات. بس خلينا في البدايه طبعا نرحب بحضراتكم. صباح الفل يا كيمو. صباح الفل عليك يا نهوان، كله زي الفل الحمد لله. الاسبوع كده بنبقى يعني مش عارفه فايقين المفروض. المفروض انت عارفه اللي فيها طبعا. صباح الفل عليكي وصباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم جميعا. وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، اكيد هنتكلم فيها كالعاده عن كل ما هو متعلق بالنادي، ولا سيما المستجدات اللي حصلت في الساعات القليله الماضيه، وطبعا موضوع المدرب او المدير الفني الجديد والطاقم المعاون ليه، هنعرف حضراتكم عنهم وبالتفصيل ان شاء الله في سياق حلقتنا النهارده. كل ده هيحصل في الجزء الاول. الجزء الثاني عندنا كالعاده فقرتين حواريتين، الفقره الاولى هينورنا فيها كابتن محمد حشيش نجم النادي الاهلي السابق عشان نتكلم ونشوف كده معايا يا ترى اللي جاي ان شاء الله هيكون يعني عامل ازاي. دي الفقره الاولى، وفقرتنا الثانيه هتنورنا من خلالها دكتوره ريهام الحياوي استشاري التغذيه العلاجيه، وحوار حول موضوع يهم كتير طبعا من حضراتكم. اسمحوا لنا بس في البدايه قبل ما ندخل معاكم في التفاصيل، لازم نتوجه بخالص تعزينا للاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره في وفاه شقيقه والده. طبعا يعني ربنا يلهم الاسره الصبر والسلوان، وخالص تعزينا. الله يرحمها يا رب. والوفيات بقينا نسمعها يعني كل شويه. يعني ربنا شوية يسترها علينا جميعا يا رب. خليني ابدا مع حضراتكم زي ما ابتدينا الكلام والحلقه انا وكريم، وبنقول 11/9 هذا التاريخ اللي كان يعني بيشهد مولد ل أسطورة حقيقية، المايسترو صالح سليم اللي عشق، يعني عشق هذا الرجل كل المصريين يا كريم. ما فيش حد، ما كانش في كلام بقى أصل الأهلوية بيحبوه أصل مش عارفة مين ما بيحبوش، مش الكلام ده خالص. هذا الرجل اجتمع عليه الجميع، عشقوا جميع المصريين هذا الأسطورة اللي بجد يعني صاحب طبعا الكلمة الشهيرة الأهلي فوق الجميع، اللي قدم العديد، اللي كان ليه كاريزما، اللي كان ليه قوة شخصية، اللي كان ليه حضور. بص حاجة كانت استثنائيه بجد لما تيجي تتكلم عن كابتن صالح سليم، بجد شخصيه استثنائيه. ده كان في ناس زمان يقولوا لك يا كريم انا انت اهلاوي ولا زملكاوي ولا واتافر، يقول لك انا صالح سليم. يعني بجد صالح سليماوي، سليماوي زي احمد رمزي على فكره، فنان الراحل الجميل احمد رمزي اتسال في احد البرامج قال لهم انا صالح سليم. فمن كتر عشقه لهذا الرجل كان فيه نماذج زي دي كتيره جدا، قامه كبيره جدا. طبعا ولد عام 1930 وتوفي عام 2002، وحزن طبعا بسبب وفاته العديد ويمكن الفئات كبيره جدا من الشعب المصري والعربي. خليني اقول لحضراتكم الله يرحمه، قيمه وقامه لن طبعاً تعوض فعلا. طبعا كان ظهوره الاول بالمناسبه في مباراه الاهلي امام المصري البورسعيدي، وقتها فاز النادي الاهلي بثلاثيه نظيفه، سجل خلالها كابتن صالح سليم باكوره اهدافه الرسميه مع الفريق، استمر مع النادي الاهلي ابتداء او انتهاء بموسم 67، يعني اخر موسم دي كان 66 67، وقتها لعب اخر مبارياته أمام فريق الطيران، الكلام ده تحديدا يوم 11 نوفمبر 66، كما تقلد منصب مدير الكرة ثم عضو مجلس الإدارة في النادي ثم رئيس النادي الأهلي حتى وفاته في مايو من عام 2002. رحل عنا المايسترو، لكن طبعا أكيد سيرته باقية، ولو ما كانش هو شخص استثنائي زي ما كانت نهواند بتقول لحضراتكم، ما كانش هتبقى أسطورته باقية وعايشة معانا إلى يومنا هذا. طبعا هو كان لاعب استثنائي وإداري استثنائي، والحقيقه كان يعني بيقود الدفه في وقت كان وقت مش سهل، وكان فيه متغيرات حتى على الصعيد القومي، البلد كلها مرت باحداث جسام في الفتره دي. والحقيقه كابتن صالح سليم ايقونه قيمه وقامه، رحلت عنا ولكن اكيد يعني الاسم والذكرى العطره باقيه معنا اكيد الى يوم الدين باذن الله. زي ما بيتقال دايما الشخص ربما بيرحل لكن ذكراه وتاريخه بيبقى، ما فعل او الاحداث اللي مر بيها او الذكريات اللي الناس فاكراها هي دي الحاجات اللي بتبقى، لا يمكن ان هي تنتهي. فالله يرحمه. وهنقول ايه يعني دايما برضو الاهلي فينا يعني نماذج زي دي كتيره، وزي ما بتقال مصر ولاده والاهلي ولاده، والقامات الكبيره دي لا تنسى ولن تنسى بصراحه الله يرحمه. خليني اروح بقى مع حضراتكم حديث الساعه، وزي ما احنا كنا بنقول الفتره اللي فاتت طبعا
مش الساحه الرياضيه المصريه بس، الساحه الرياضيه العربيه كله كان بيقول لك هو مين القادم لاداره هذا النادي العظيم نادي الاهلي. الناس كلها كانت بتتكهن، الناس كلها كانت بتتوقع، اسامي كتيره جدا طرحت على الساحه، احنا كنا بنلتزم الصمت عندنا لان احنا عارفين ان ما فيش اسم منهم اصلا. الكلام كان لسه، الكلام كان لسه فيه تداولات، كان لسه فيه حسم لبعض الامور. لما كان النادي الاهلي لسه بيشوف الافضل والشخص الانسب للنادي الاهلي، احنا كنا ملتزمين الصمت لغايه لما هو اختار واعلن عن هذا الاختيار بشكل رسمي. علشان كده كنا بنقول لحضراتكم يا ريت ما تسمعوش من اي مصدر اخر، وقد كان اهو كل مره بنرد على اي حد بيقعد ان هو يفترض ويقول لك الحصري ومش الحصري، مفيش ولا حاجه كانت حصري الصراحه. النادي الاهلي خلاص بالفعل اعلن اسم المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، الاسم المنتظر اللي كلنا كنا مستنيين هو مين وبيحمل ايه من السي في. طبعا السويسري كولر وصل القاهره عشان يبدا بقى مهمته مع النادي الاهلي. اسم كبير جدا لو حضراتكم شفتوا، وسي في قوي جدا، ومش هقارنه بحد من اللي كان قبليه ولا هقارنه بالاسماء اللي كانت مطروحه، لكن احنا هنتكلم عنه هو شخصيا وهنتكلم عن اللي منتظر منه في الفتره اللي جايه. هو جاي في فتره صعبه جدا، ده رقم واحد، جاي كمان في فتره صعبه، هو عنده مهام صعبه جدا. ليه؟ لان احنا عندنا في حاجات كتيره جوه الفريق عايزه تتظبط. انت يمكن عايز لعيب رقم 8، انت يمكن محتاج باك رايت، يمكن محتاج باك ليفت، محتاج مهاجم، انت يمكن محتاج اعاده تشكيل، ممكن يكون محتاج اعاده تطوير، ممكن يكون في حاجات كتيره جدا ناقصاك. فالراجل ده اللي جاي هو عليه مهمه صعبه جدا، لازم حضراتكم تبقوا عارفين. واكيد هيتم مقارنته يا كريم بكل اسم كان مطروح وكل اسم كان منضم للنادي الاهلي، فبنتمنى له كل التوفيق. لكن أكيد أكيد هتبقى مهمة صعبة. هو امبارح بالمناسبة زي ما حضراتكم شايفين توجه للنادي الأهلي وقام بزيارة وتصور في الملعب، و يعني بس في نفس الوقت برضه هتيجي تتكلم احنا محتاجين يا كريم اللعيبة تساعد. يعني مش ممكن هتجيب حتى لو جبت مين، هتجيب مدير، يعني هنقول مثلا أفضل في الفترة الأخيرة أفضل مدير فني جه على الأهلي كان مانويل خوسيه من أفضل الأسماء، بس وقتها كان في لعيبة تقيلة قوي معاه، كان زي ما تقال الجيل الذهبي بجد، أسماء كل واحد منهم فرقة. فالراجل ده قدر ان هو يحقق ده بس مش بمجهود ذاتي، كان معاك فريق قوي جدا قدر برضو ان هو يوصل لكل البطولات دي عن طريقهم. طيب بيتقال برضو عنه عشان حضراتكم تبقوا عارفين، لان مهم جدا ان انت تفهم ملامح شخصيه هذا الرجل. هو بيمتاز وكتب عنه ان هو بيمتاز بالانضباط بشكل كبير جدا، رجل منضبط تكتيكيا، رجل منضبط اخلاقيا، بيرفض الخروج عن النص بشكل كبير جدا، فاعتقد دي كلها حاجات مهمه يا كريم. طالب ببعض الحاجات اول ما جه كده، قال لك انا عايز اتعرف على الفريق وعايز اعرف لائحه المكافئات والعقوبات، طالب بتجهيز كل صغيره وكبيره عن الفريق من الجهاز طبعا للمعاون، طالب بمواعيد مباريات الاهلي القاريه والمحليه، يعني راجل جاي عايز يظبط اموره ويعمل اجنده. فبالتوفيق ليه طبعا يا كريم، بس انا بقى ان شاء الله يعني من الناس المتفائله جدا، ما نقدرش نحكم بس متفائله. ربنا يصلح الحال، لان الحال محتاج ينصلح الحقيقه. الفتره الاخيره كانت فتره ما هياش الامثل بطبيعه الحال، واكيد كل الامال منعقده على المدير الفني الجديد. وفكرة ان هو حد عنده تاريخ وعنده انجازات سابقة برضو اكيد من النقاط اللي لازم تتخذ في الاعتبار، واللي بنأمل بموجبها ان احنا ان شاء الله نكون بصدد مدير فني قادر على لم الشتات وعلى تظبيط الاوضاع اللي ما كانتش متظبطة كما ينبغي طول الفترة الاخيرة. نواد قالت نقطة في منتهى الاهمية فعلا، ان اكيد اي مدير فني يعني ايا كان الاسم ايه مش هينفع يعمل حاجه ومش هيقدر يعمل حاجه طول ما هو لوحده، ايد وحدها ما تسقفش. الايد الثانيه اللي هي اللعيبه، واللعيبه دي المفروض ان هي بتبني امجاد. وتاني حتى لو كنا مرينا بكبوه من الكبوات مرحله تعثر، احنا اهو كالعاده، ودي برضو ما هياش حاجه جديده في النادي الاهلي، اي فتره بيكون فيها تعثر النادي الاهلي لازم كالعاده بيعمل وقفه وبيصلح الـ كل ما هو يعني معوج من الامور انجاز التعبير. اكيد اللعيبه عليها عامل كبير جدا، وكمان جماهير النادي الاهلي دلوقتي هي كمان الرهان عليها، وانا شخصيا ما عنديش ذره شك في ان هي كالعاده هتكون على العهد ان شاء الله. تمنياتنا كل التوفيق للسيد مارسيل كولر وجهازه المعاون في تحقيق كل البطولات المحليه والقاريه اللي بيتمناها جمهور النادي الاهلي، وكمان اسعاد الملايين من الجماهير الاهلاويه في كل مكان. لكن
في تفصيله كده عايزين نتفق عليها من اولها، يعني ودي حاجه بتتكرر عند تعيين اي مدير فني جديد لاي فريق، وهي فكره ان ولايه اي مدرب بتتقيم لوحدها، ملهاش علاقه قوي بتاريخ المدرب قبل كده. اكيد بتفرق ان المدرب يكون مخضرم وعنده خبرات كافيه، ولكن المقياس الحقيقي اللي بناء عليه بتتم المحاسبه هي فترة ولايته مع الفريق. احنا بنتكلم على ان المدير الفني عنده رصيد يسمح من تاريخه يسمح بان هو يعمل التغيير المنشود. كمان عايزين نتكلم شويه عن الجهاز المعاون. كولر بيتولى تدريب الفريق الاول بدايه من الموسم الجديد، هو وصل بالامس بالفعل وجه من المطار على ملعب مختار التتش على طول وتفقد غرف اللعيبه ومركز التدريبات، والنهارده ان شاء الله المفروض انه هيعقد اجتماع مطول مع كابتن محمود الخطيب يبحث من خلاله معاه ترتيبات الفريق في الفتره المقبله وموقف الصفقات ومساله مين هيرحل عن الفريق في الفتره القادمه، واكيد كمان هيتم تقييم الـ يعني المدرب نفسه بكره ان شاء الله. اما بالنسبه لجهازه المعاون هيتواجد معاه ثلاث مساعدين، السويسري هارالد جامبريلي هو مدرب مساعد، بينما سيكون اندرياس اندريا هو مدرب الاحمال، وياسين الميكاري محلل اداء. بنتمنى لهم كلهم كل التوفيق ان شاء الله في مهمتهم الفتره اللي جايه. حلو جدا، وتاني هنرجع نقول متفائلين باذن الله خير الفتره اللي جايه. وتاني هو بيمتاز ومن مميزاته ان هو دايما بيطور من اداء اللعيبه، ده شق وده محتاجينه جدا حلو. والشق التاني يا كريم واللي احنا محتاجينه لان دي طبيعتنا هنا ان احنا محتاجين لاعب عفوا مدرب برضو الشق النفسي بيخلي باله منه، يعني مش كل مدرب جه حتى سواء للمنتخب او لانديه محليه كان من الخارج او اجنبي يعني اشتغل على النقطه دي او كان بيهمه قوي النقطه دي، لا كولر من المدربين اللي بيهمه الشق النفسي جدا والتواصل الجيد مع اللاعبين، وحتى هو كان بيتكلم ان هو ليس بديكتاتورا ابدا في الملعب وما بيؤمنش بفكره هنا الصوت الواحد والصوت الصح، قال لك انا بعيد كل البعد عن هذا الامر، انا لا افرض سيطرتي ولكن الموضوع ما بيكونش بتسلط بيكون باحترام، فنقاط اعتقد في غايه الاهميه. وعلى الصعيد الثاني هو كان سعيد جدا وحتى عبر على السوشيال ميديا عنده، قال لك انا سعيد ان انا بدرب وجزء من هذا الكيان الكبير جدا رقم واحد في افريقيا والشرق الاوسط، اكبر نادي في افريقيا والشرق الاوسط، فاكيد هو جاي وعارف قيمه هذا النادي وعارف المسؤوليه الكبيره، واكيد شاف المديرين الفنيين اللي سبقوه وحققوا ايه وما حققوش ايه وردود الفعل كانت معاهم ازاي، فكل ده اعتقد هو على درايه بيه، فاحنا بنتمنى كل التوفيق ليه ان شاء الله ونتمنى ان هو يصنع المزيد والمزيد من البطولات مع النادي الاهلي اللي هتكتب باذن الله في تاريخه، ده اللي احنا بنأمله كلنا كجماهير وكاعلاميين وكاي حد بينتمي او بيعشق هذا الكيان، ده اللي احنا عايزينه ده اللي احنا منتظرينه، ولكن برضو مش عايزين نسبق الاحداث، ما فيش حد دلوقتي يقدر يتوقع، مش ابدا حد دلوقتي لو اتسال السؤال ده يبقى سؤال غبي، يعني مع احترامي هيبقى سؤال ساذج جدا ان حد يطلع يسال حد رايك ايه في المدير الفني الجديد. طب استنى تلت ساعة واسأل السؤال نصايه كده واسأل مستحيل فننتظر لسه الرؤية هتوضح، الراجل ده بفكر جاي مختلف وبفكر جاي فيه دراسة ومش جاي عشوائي وجاي فاهم هو بيعمل ايه، فان احنا نحكم دلوقتي اكيد مستحيل، احنا نحكم بكرة برضه مستحيل، فننتظر وباذن الله خير. وزي ما انت قلت يا كريم هو عنده لقاء هيكون مع كابتن محمود الخطيب النهارده باذن الله برضه، فالدنيا هنشوف هتمشي ازاي والترتيبات لغايه بدايه الموسم الجديد، لسه عندنا وقت على كل حال، فدي برضه ميزه خلي بالك يا كريم ليه ان هو مش جاي على ماتشات على طول، هو عموما اسعد حظا من اللي قبليه في التفصيله يعني دي. افضل من سواريش طبعا الفتره اللي هو جه فيها، لكن منتظرين منه بقى يعني بص برضه هي فتره افضل لكن مهمه خلي بالك اتقل لانه كله بيعول عليه او كله عنده امال عليه، طبعا اكيد يعني ملقاه على عاتقه مسؤوليات كبيره جدا الفتره اللي جايه. احنا كالعاده النادي الاهلي دايما عادته ان هو يقلب الصفحه، احنا بنقلب الصفحه بسرعه قوي لما تكون صفحه انتصار، لكن لما تكون الصفحه فيها شيء من التعثر او الكبوات بنقلبها بالراحه شويه عشان نشوف الغلطات كانت فين ونعمل جاهدين على تصحيحها. اعتقد ان ده حصل بالفعل وهيحصل طول الفتره اللي جايه كمان ان شاء الله. طيب نروح بقى معاكم لخبر مختلف، نروح لإدارة المكتبات في النادي الأهلي اللي نظمت حفل موسيقي لفريق كورال النادي الأهلي بمناسبة انتهاء الموسم الصيفي. الحقيقة دايما نشاطات اللجان المختلفة في النادي الأهلي كل يوم والتاني بتبهرنا، والحقيقة بتقدم كل وهو مفيد ومسلي لكل أعضاء النادي الأهلي في كافة الفروع. تعالوا نعرف إيه اللي حصل من تفاصيل من خلال هذا التقرير، اتفضل.
كل سنة بنعمل في نهاية الموسم الصيفي فعاليات كده للإدارة، لإدارة المكتبات، من ضمنها بيبقى حفل غنائي لفريق كورال النادي الأهلي. الفريق ده بنفضل ندربه بالشهور علشان نطلع بمستوى لائق باسم النادي الأهلي، وبنجيب أساتذة عمالقة يدربوهم. عندنا المسؤولة عن تدريبهم أستاذة أمنية بكر، بتعمل إعداد لماستر في الغناء الشرقي، وبتعمل يعني دراسات عليا في الغناء الشرقي، وكمان سولو في الأوبرا. وعندنا بقى السنة دي فقرة جديدة خالص، إن إحنا عملنا آلة جديدة، الطبلة الإيقاعية، وطالعين برضو بالولاد وهم اتدربوا عليها في خلال فترة الصيف فقط، فبرضو وصلوا لمستوى عالي جدا. جبنا مسيو الأمير إمام، حد برضو متخصص في المجال ويعني كادر فني عالي برضو جدا. فالحمد لله يعني انتوا بنفسكم هتشوفوا وهتحكموا عن مستوى. احنا بيبقى هدفنا دايما ان احنا نربط اعضاء النادي وابنائه بالنادي، مش بس من الناحية الرياضية. احنا هنقدم النهاردة ان شاء الله حفل درابوكا، هنلعب ايقاعات على موسيقات يعني شرقية. زي ما قلت كان من السهل ان احنا ندربه على حاجات بسيطة، بس احنا هنقدم حاجات لأم كلثوم وعبد الوهاب والبليغ وحاجات كويسة ان شاء الله. وطبعا لازم اشكر إدارة النادي الاهلي على اتاحة الفرصة الجميلة دي، وان مش كل حد بيقدر يعمل كده. وبشكر كمان الاستاذة ولاء عبد الرازق، يعني مجهود كبير قوي منها عشان نقدر نقدم الفقرة دي. يا رب تنال اعجابكم. يعني انا بتشجع الدعم ده والحفاوة دي، بس هما برضو جم لقوا بنقدم حاجة مميزة ومش بنهزر، يعني ما بخلوش علينا بحاجة صراحة. يعني عايزين ساوند سيستم بيجيبوا لنا، موفرين المكان كويس، المعاملة كويسة، يعني حاجة عظيمة بصراحة. يعني وكل الناس القائمين على النادي الأهلي فرع مدينة نصر كمان، يعني بصراحة أنا كنت متوقع برضه ألاقي التعاون الكبير ده، والأستاذة سلمى، ويعني سلمى كمان عملت معانا شغل كبير قوي قوي، وبنتعبها وكل شوية نتصل وهات لنا سماعات وهات لنا حاجات، هايلين هايلين، حاجة حلوة قوي. طول عمري بغني اصلا، النهارده اول تجربه ليا ان انا اكون ليدر واكون مايسترو مع كورال النادي الاهلي. التجهيزات يعني ما اخدتش وقت طويل، اخدنا حوالي من شهر ونص لشهرين. بصراحه الناس عملت معايا مجهود جامد جدا، سواء كان الكورال او الاداره، وان شاء الله تبقى حفله موفقه باذن الله. هو بصراحه ما حدش اتاخر عني في اي حاجه بصراحه، من حس إيقاعات للبروفات، تجهيزات للحفلة، كل حاجة كانت متاحة الحمد لله. سيرة دكتورة يعني. والله والله العظيم دكتورة. ما بحبش البسها بس يا سلام يا سلام يا معي من الاول يعني عشان الراكور يعني على كل حال هنروح فاصل لان كده الفقره بتاعتنا انتهت طبعا، لان معانا فقرتين في غايه الاهميه. هنرجع بعد الفاصل على طول، وهينضم لينا كابتن محمد حشيش. وزي ما كنت بقول لحضراتكم انا وكريم يعني هيبقى لسه معانا. طب ما حدش قال لنا يا جماعه. طيب خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم للاخبار واخبار النادي الاهلي. اتفضلوا. يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، رجعنا عشان نتعرف سوا بقى على اخر الاخبار والمستجدات الخاصه بالنادي الاهلي وفرق مختلفه بفروع مختلفه. هنروح حالا لزميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم، هي موجوده في فرع النادي الاهلي بالجزيره عشان تقول لنا على المستجدات. صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشر الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بأخبار الفريق الأول لكرة القدم. النهاردة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هيعقد اجتماع مع الجهاز الفني الجديد طبعا للفريق الأول لكرة القدم بقيادة مستر مارسيل كولر. يعني طبعا الحقيقة في ترقب كبير جدا داخل النادي الأهلي،
غدا ان شاء الله هيكون كمان المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني الجديد. ان شاء الله بقى يكون شابتر جديد في تاريخ النادي الاهلي مليء بالانجازات والانتصارات. خلونا بقى دلوقتي نروح للالعاب الاخرى وانجاز جديد بيحققه فريق الكاراتيه داخل النادي الاهلي بعد تتويجه بثلاث ميداليات ذهبيه في بطوله افريقيا اللي بتقام حاليا في تونس. الحقيقه انه لاعبين الكاراتيه بالنادي الاهلي عملوا بطوله كبيره جدا، ظهروا بمظهر بيليق باسم النادي الاهلي، وبالتحديد اللي قدروا يحصدوا على ميداليات ذهبيه اللاعب ياسين احمد عادل، اللاعبه مريم احمد، واللاعبه ملك ناجي. يعني طبعا ببارك لهم وببارك لجهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي وبنتمنى لهم مزيد من التالق. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة اليد. رجال كرة اليد النهاردة عندهم أولى منافسات الموسم الجديد ضمن طبعا منافسات كأس السوبر المصري، هتكون أمام فريق سبورتينج. مباراة هتكون على صالة دكتور حسن مصطفى. يعني خليني أقول لكم أنه الحقيقة المنافسة كبيرة جدا على كأس السوبر المصري، بيتنافس عليها نادي الأهلي، نادي الزمالك، ونادي سبورتينج. يعني أمس كانت بداية المنافسات، الزمالك واجه سبورتينج، المباراة شهدت ندية كبيرة جدا. يعني انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين 29-29. طبعا لعبوا بقى شوطين إضافيين، قدر الزمالك يحسم المباراة لصالحه بفارق نقطة واحدة، وده طبعا بيبين قد إيه المنافسة هتكون شديدة جدا على كأس السوبر المصري. لكن إن شاء الله يا نهواندو يا كريم يعني يوم الثلاث نكون بنحتفل في 10 الصبح في الأهلي بتتويج رجال كرة اليد بكأس السوبر المصري. زي ما قلت النهاردة هتكون مواجهتنا مع سبورتنج، وغدا هتكون مواجهتنا مع الزمالك، بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. استكمالا بقى للحديث عن كرة اليد، سيدات كرة اليد أمس قدروا يحققوا فوز على فريق الزمالك بنتيجة 34-22، ده ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري. المباراة كانت بتقام هنا على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، شهدت حقيقة سيطرة كبيرة جدا من سيدات كرة اليد طوال المباراة. قدروا يحسموا الشوط الأول بنتيجة 14-9 والشوط الثاني بنتيجة 34-22. يعني الحقيقة عملوا مباراة كبيرة جدا زي ما قلت طبعا، بهنئهم ونتمنى لهم مزيد من التألق. مباراتهم القادمه هتكون يوم السبت والثالث بقى جولات بطوله الدوري امام المعادي على صاله المعادي. اخيرا بقى خلونا ننتقل لكره السله ورجال كره السله. ايضا امس افتتحوا بقى مباريات الموسم الجديد في منافسات بطوله منطقه القاهره، قدروا يحققوا فوز على فريق الكهرباء بنتيجه 83-19. المباراه كانت بتقام هنا ايضا على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. المميز في مباراه امس ان هي شهدت الحقيقه مشاركه عدد كبير جدا من شباب النادي الاهلي، دي طبعا بتكون ميزه ليهم، يعني بتكسبهم مزيد من ثقة واحتكاك بقى بفرق رياضية مختلفة. الفريق النهاردة هيواصل تدريباته، هيكون عنده تدريب الساعة 2 الظهر، بيستعد بقى للمباراة القادمة اللي هتكون يوم الخميس أمام فريق السكة الحديد هنا أيضا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. يعني طبعا بنتمنى لرجال كرة السلة التوفيق وجميع الألعاب الرياضية، إن شاء الله دايما النادي الأهلي في المقدمة وفايز بجميع البطولات. يعني دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية المختلفة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. كل الشكر ليك زميلتنا العزيزة هنا أبو قاسم على التغطية المتميزة كالعادة. ودلوقتي بقى تعالوا نتعرف يا حضرات على الصحافة الرياضية وأهم المانشيتات من الشروق وزميلتنا نورهان تمان. نورهان بونجور، صباح الفل عليكي وعلى كل اللي عندك. دلوقتي إحنا سامعينك وأنت معاكي مانشيتات مهمة، بس طبعا هنبدا بالشروق لان بنتكلم عن اول رساله من كولر بعد وصوله للاهلي. طبعا اعتقد ده خبر يهم العديد والملايين، خلينا نقول تفضل. يا صباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. صباح الخير يا كريم، وإحنا هنا زي ما قلت طبعا من مقر جريدة الشروق نتلاقكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. أول خبر معانا زي ما قلت يا نهواند رسالة كولر لجماهير النادي الأهلي من الشروق، أول رسالة من كولر بعد وصوله الأهلي. أبدأ مارسيل كولر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال اللي طبعا كان عليها يعني إدارة النادي الأهلي بالأمس، وطبعا كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك شكرا على الاستقبال الحافل، سعيد بتمثيل أعظم نادي في إفريقيا والشرق الأوسط. وحرص كولر على معاينة أرض ملعب مختار التتش وأيضا الإضاءة.
تاني خبر معانا من كرة اليد، واليوم السابع الأهلي يواجه سبورتينج في سوبر اليد الليلة. يلتقي فريق النادي الأهلي لكرة اليد مع نظيره سبورتينج في 9 مساء في بطولة سوبر اليد، في تاني مباريات النادي الأهلي في هذه البطولة المكونة أيضا خلينا نقول لكم من 3 فرق. وطبعا النادي الأهلي هيواجه نادي الزمالك غدا إن شاء الله على صالة حسن مصطفى في طبعا المستضيفة للمنافسات. ثالث خبر معانا من صدى البلد، يمكن الدوري الاسباني واحداث مثيره جدا في الدوري الاسباني لاستعاده الصداره. ريال مدريد يستضيف ريال مايوركا في الدوري الاسباني اليوم. برشلونه مع تشافي طبعا بيقدم مستويات فنيه كبيره جدا وبيتصدر جدول مسابقه الدوري الاسباني مؤقتا برصيد 13 نقطه بعد فوزه الكاسح امس على قادش باربع اهداف دون رد. النهارده ريال مدريد هيواجه ظهر اليوم نظيره ريال مايوركا في اطار الجوله الخامسه في بطوله الدوري الاسباني، وطبعا ده في غياب كريم بنزيما خلينا نقول لكم للاصابه. وريال مدريد بيسعى لعوده الصداره مره اخرى، حيث يتواجد ريال مدريد حاليا في المركز الثاني برصيد 12 نقطه، بينما يتواجد ريال مايوركا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط. ولكن قبل ما اتخطى هذا الخبر خليني يعني اقول لكم انه كان في حادث انساني امس في مباراه برشلونه وقادش، بعد ما ابلغ حارس مرمى قادش حكم المباراه بوجود حاله وعكه صحيه بين المشجعين، بعد ما طبعا انتبه ل يعني نداء المشجعين بشان المشجع اللي يمكن تعرض لوعكه صحيه وتم ايقاف المباراه بالفعل. ودي كانت لقطه انسانيه تداولتها معظم الصحف الرياضيه العالميه. ومن الدوري الاسباني للدوري الايطالي، ميلان ينتزع فوزا صعبا من سامبدوريا ب 10 لاعبين. انتزع ميلان فوزا صعبا امام سامبدوريا في مباراة اللي اقيمت امس بينهما، وانتهت بفوز ميلان بهدفين مقابل هدف، وطبعا ب 10 لاعبين بعد ما تم طرد رافائيل لياو في الشوط الثاني من ميلان. ويتصدر ميلان في الوقت الحالي ويتقاسم الصداره مع نابولي في الوقت الحالي برصيد 14 نقطه. اخر خبر معانا من جريده الشرق الاوسط، ويمكن الخبر ده بيرفع عن كاهل نجمنا المصري محمد صلاح بعض من الهجوم اللي يمكن بيتعرض ليه في الفتره الاخيره سواء من وسائل الاعلام او بعض الجماهير. بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل المباراه الثالثه على التوالي. كمان زي ما احنا عارفين انه يمكن بعض من الهجوم على نجمنا المصري محمد صلاح بيكون من ناحيه انه طبعا ساديو ماني رحل وساب الفريق، فالناس بدات تقول انه غياب ساديو ماني هو اللي اثر على نتائج ليفربول. ولكن الخبر ده بيأكد لنا انه لا، انه طبعا ساديو ماني حتى الان برضه في بايرن ميونخ بيواجه بعض التعثرات وبيتعادل للمباراه الثالثه على التوالي امام شتوتغارت بهدفين مقابل هدفين ضمن منافسات الجوله السادسه ببطوله الدوري الالماني. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر جريده الشروق. شكرا لكم جدا وعوده مره اخرى الى الاستوديو. اشكرك على التغطيه الرائعه كالعاده يا نورهان، شكرا ليكي جدا. طيب كده الفقرة الأولى نقدر نقول المرة دي فعلا انتهت. هنروح فاصل وهيرجع بعد كده معانا بعد الفاصل كابتن محمد حشيش، الملفات مهمة جدا وأكيد الحديث كمان عن كولر والفترة القادمة بعد الفاصل. يا اهلا بحضراتكم مرة ثانية، عودة من جديد لعشرة الصبح في الأهلي وأولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة. والحقيقة في مستجدات كتير حصلت في الساعات حتى القليلة الماضية. بقى عندنا اخيرا مدير فني جديد وجهاز معاون جديد، في كلام على ان في لعيبه هيتم جلبها، في كلام على ان في لعيبه هيتم تصعيدها، في كلام على ان في لعيبه مش هتكون موجوده الفتره اللي جايه. اكيد في مستجدات كتير كلنا اكيد هنلمسها بشكل واضح جدا في القريب العاجل، وده اللي هنتكلم فيه مع كابتن محمد حشيش اللي منورنا في حلقتنا النهارده. صباح الفل يا كابتن. صباح الفل، اهلا بحضرتك. منجور جدا. منجور جدا. صباح الفل. صباح الخير. خلينا نبدا من حته او من جزئيه تفاؤل الجماهير بالمدرب الجديد، ولو حضرتك دخلت على تويتر هتلاقي ان الاهلي رقم 4 ترندنج والناس كلها متفائله بيقول لك احنا معاك، وفي كده رغبه بان الموسم الجديد يبدا ويبقى قوي ونشوف روح الاهلي تاني ونشوف الاهلي اللي احنا نعرفه. اللي فات ده ما كناش نعرفه بصراحه، تقلبات وتغييرات واصابات واي حاجه قات في الاخر كانت كتيره يعني، بس على كل حال ده في الماضي. بنبدا ان شاء الله فتره جديده وآرة جديده خالص ومدرب جديد تماما، واسم البعض لحد دلوقتي قال لك يعني اجمع على ان سي في جميل، ربما لو قارناه باسماء كانت قبل كده يقول لك لا يمكن الافضل. الكره السويسريه او التجربه السويسريه مع النادي الاهلي كانت ناجحه جدا. صحيح. ففي تفاؤل كده، رؤيتك للمشهد دلوقتي، لان لا يمكن اجي اسال كابتن حشيشه او اي حد متفائل بكولر ولا لا ولا هتقيمه لنا ازاي، مستحيل نعرف ده دلوقتي، بس قراءتك للمشهد سو فار زي ما بتقال.
بص يا نهاوند، هو طبعا النادي الاهلي مر بظروف صعبه خلال الشهور اللي فاتت، منها طبعا يعني خساره بطولتين، منهم بطوله طبعا محببه للدوري العام، وطبعا كل الخبراء وكل الناس واحنا اجمعنا ان هي كانت نتيجه لظروف المسابقات في مصر وتلاحم المباريات والاجهاد، واللعيبه كانت تعبانه، وعلى فكره دي حقيقه، يعني احنا ما كناش بنبرر للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي كان من بدايه البطوله قبل ما يحل التعب بقى واللي هو يوصل لحد الاعياء، كان النادي الاهلي متصدر عن اقرب المنافسين ب يعني رقم كبير من النقاط يعني، والنادي الاهلي اللي خسر، وعايز اقول ان حتى اللي كسب البطوله هو ما كسبش النادي الاهلي، لو تشوف على مدار المباراتين مكسب وتعادل، مكسب النادي الاهلي وتعادل، فحتى اللي كسب البطوله نتيجه لان النادي الاهلي خسر مباريات نتيجه زي بقول لك الاعياء، وما كانش فيه يعني الصف الثاني او الناشئين اللي هم مريحين اللي يقدروا يعوضوا ولو 50-60% من بعض المراكز اللي هي انهكت تماما. طب. ومنها مثلا علي معلول، السوليه، حمدي فتحي، الشناوي، كانش لسه برضو فيه الناشئين، وده طبعا اللوم كان على فتره من فترات على موسيماني ان هو كان بيلعب بحوالي 14-15 لعيب واهمل بقيه اللعيبه تماما، وفي لعيبه يعني خلاهم يرحلوا برضو، كان السبب الرئيسي ان هم دلوقتي ممكن يمشوا يعني لان ما خدوش الفرصه الكافيه ان هم يقدروا يظهروا، مع انهم كانوا لما النادي الاهلي تعاقد معاهم كانوا جايين، يعني مثلا حسام حسن كان هداف الدوري، النادي الاهلي جابه كل الدنيا كانت بتتخانق عليه وهو فضل النادي الاهلي وجه، انما ظروف المباريات ما امكنش ان هو يلعب، فبالتالي مستواه نزل، فما جه خد فرصه بقى في وسط المعمعه وفي وسط الضغط العصبي كان مش تمام. فهي مشكله النادي الاهلي فعلا حقيقه، يعني ان فعلا اللعيبه كانت مجهده، عشان كده انا بقول للناس، الناس كلها لازم تتفائل، لان القصه يا جماعه مش مساله انتداب او ان مثلا اعمل تدعيم للفرقه زي ما الناس بتقول 8 لعيبه و9 لعيبه و10 لعيبه، لا، ما اللعيبه اللي موجوده دي هي اللي كان من فتره قريبه قوي جابت بطولات كتيره جدا، صحيح، جابت افريقيا كذا طبعا مره، وجابت دوري، وجابت كاس، وجابت بطولات كتير وثالث عالم، فهي اللعيبه، انما اللعيبه دي فعلا احنا قلنا قبل كده المقوله بتاعتي دايما ان اللعيب الناشئ اللي ما عندوش خبرات خالص احسن من اللعيب النجم الكبير الدولي بس مش قادر وتعبان، صحيح. فمن هنا الناس ابتدت بقى تتفائل بيه الفتره اللي جايه، والنادي الاهلي طبعا على مدار التاريخ عودنا ان هو بعد ما يبقى في ازمات كده شويه الانطلاقه بتحصل لمده ان شاء الله اكثر من موسم. بدات طبعا بترتيب الاوراق، كان لازم ترتيب اوراق خلال الفتره اللي فاتت. ننسى طبعا الفتره الانتقاليه بتاع سواريش، راجل جه وانا لغايه النهارده ما اقدرش احكم عليه اذا كان كويس ولا وحش، بس هو جه في ظروف صعبه بالنسبه له وبالنسبه لنا. برضو كان اللعيبه الاساسيه كلها خدت راحات خلاص وابتدى يلعب بالصف بقى الثالث والناشئين، فطبعا ما تقدرش تحكم عليه، والراجل كمان ما كانش عنده فرصه ان هو يلعب او يدرب لان كان بيلعب يريح يومين ويلعب الماتش، بس كان ممكن نشوف ولو اماره بسيطه يعني برضو ممكن نشوف بصمه ولو انا معاك، بس هو الراجل مشي فمش عايزين نقصه عليه اكتر من كده، هو كفايه ان هو مشي. خلينا في الوضع اللي احنا فيه حاليا، وبرضو يعني رجوعا لنقطه الحكم المسبق على المدراء الفنيين، اكيد بتفرق كتير لما يكون انت جايب مدير فني جديد او مدرب جديد وعنده خلفيه قويه طبعا، كما هو الحال في وضع كولر، ومن زاويه تانية ساعات برضو ما بيبقاش شرط قوي، لان ياما قبل كده عدت علينا اسماء كنا فاهمين ان هم هيولعوا الدنيا وما حصلش، وياما جات لنا اسماء كانت مجهوله تماما، صحيح، واثبتت جداره. في حاله كولر، فكره ان الراجل ده من ضمن سابقه اعماله التفصيله بتاعت منتخب النمسا، ان الراجل ده كان مسؤول وكان هو المدير الفني لمنتخب النمسا، صح، اللي كان في المركز الحاجة و70 في قائمه ترتيب يعني منتخبات العالم طبقا لقوتها، وقدر ان هو يطلع بيهم من المركز الحاجة و70 للعشرة الاوائل، دي ممكن تبقى يعني نقطة مطمئنة بالنسبة لنا، تدينا احساس بالثقة مبدئيا، يعني اضعف الايمان مش هيحصل زي ما حصل مثلا مع سواريش، صحيح، ان انت ما تشوفلوش بصمة، بالتالي مش وارد ده يحصل في الحالة دي. تمام، هو طبعا يعني كولر طبعا اسم كويس، السي في بتاعه كويس،
الحته الاخيره بتاعت منتخب النمسا دي حاجه جامده، لان مش اي برضه مدرب او مدير فني يمسك منتخب، ومنتخب بلد كبيره لها تاريخ في كره القدم يعني. ويصعدوا بالشكل ده وصعدوا تدريب، دايما المنتخب بيبقى اصعب من النادي، لان طبعًا النادي انت عندك تجانس اللعيبه انما المنتخب بيبقى بيتدرب على فترات ما بقاش فيها انتظام في التدريب، وفي نفس الوقت في بعض اللعيبه اللي بتلحق تبص عليهم في خلال الدوري ممكن يكون مثلا في بعض اللعيبه مستواها مثلا فتره الفترات نزل ما اتخدش منتخب، انما النادي مختلف، انت عندك مجموعه من اللعيبه 30 لعيب عندك فرصه ان انت تدربهم صبح وبعد الظهر موجود معاهم عايش معاهم. هو جاي الحمد لله في توقيت كويس، بدايه كويسه في راحات زي ما قلنا يعني شبه نرجع لاصلنا تاني اللي هو تاخد راحه كويسه ثلاث اسابيع شهر وتبدا فتره اعداد بالتدريج وتبتدي الموسم بتاعك. فهو جاي في توقيت كويس من ريحه الحبايب فايلر، طب الناس كلها طبعا بتحبه وعمل نتائج كويسه، نفس المدرسه عمل نتائج كويسه، بل بالعكس كان كمان فايلر كان السي في بتاعه اقل منه يعني ما مسكش برضه على مستوى المنتخبات فرق وعمل يعني معاها نتائج كبيره، انما مع ذلك الفتره اللي قعدها كانت من احسن الفترات للنادي الاهلي خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا نتائج واداء. صحيح. فده بيدينا برضو تفاؤل بالراجل الجديد، زي ما بقول لك الوضع الطبيعي ان هو جاي على فتره راحه يبدا بقى فتره اعداد، جاي على بعض التدعيمات اللي النادي الاهلي برضو عايز ان شاء الله يجيبها ولسه بس لسه ما اعلنش عن تقريبا كلها، في بعض حاجات اتسربت كده انما احنا بننتظر طبعا الاعلان الرسمي من النادي الاهلي. فاحنا كلنا متفائلين، وزي ما بقول لك النادي الاهلي خاسر 2 دوري ورا بعض، النادي الاهلي ما خسرش اكتر من كده، هي كان بس نتيجه للظروف. وبكرر تاني وبعيد ان انت النادي الاهلي هو اللي خسر نفسه بنفسه خلال الفتره اللي فاتت نتيجه للظروف اللي احنا قلنا عليها والاجهاد وتدخل المباريات. انا متفائل بالفتره اللي جايه، مجلس الاداره طبعا بعد عوده لجنه الكوره والكابتن خطيب المسؤولين تماما عن دلوقتي الاختيارات والتدعيم ومشرفين تماما على لجنه الكوره، وجود الكابتن خطيب نفسه في اللجنه اعتقد هيدي يعني نجاح كبير في الاختيارات وفي التدعيم. الناس كلها سواء جمهور او سواء لعيبه متحفزين يبداوا الموسم، عايزين نفرح بقى ونرجع النادي الاهلي، لان احنا اللي كنا فيه ده هو اللي مش طبيعي. ده مش طبيعي خالص، ده احنا عملنا رانكينجز يعني 20 سنه فاتت ما كناش عاملين الحاجات دي او ما حصلش ان احنا على سبيل المثال دوري ان احنا نخسر مرتين من 20 سنه ونخسر صحيح. بطوله 30 سنه يعني الدنيا عارف اللي هو يعني في ايه يعني. عارفه تحس ان الدنيا كانت مغيمه يعني بس ده في عرف الحياه عامه، ده طبيعي، ده طبيعي لا يمكن تمشي تبقى الاول في كل حاجه وعلى مدار اللي هو فوريفر او على طول، مش اسمها كده، لازم يحصل دروب وترجع تاني، وده حصل قبل كده برضو مع النادي الاهلي كل 10 سنين تقريبا بيحصل دروب زي كده، فده معدل كويس قوي يعني على كل حاجه. ده من اسباب بقى اللي انا بقول عليه التفاؤل طبعا يعني، عشان كده والله احنا متفائلين جماهير يعني. وهنروح فاصل وهنرجع، بس واحنا في الفاصل حواري حضرتك تويتر تمام. احنا رقم 4، بقول لحضراتكم الاهلي هاشتاج رقم 4 دلوقتي في مصر، ولو تخشوا اصلا تكتبوا حتى كده عن كولر هتشوفوا الناس قد ايه عندها امل وقد ايه بتشجعوا وقد ايه عندهم طاقه تفاؤل، لان كله بقى زي ما حضرتك بتقول منتظر الكامباك بتاع الاهلي اللي احنا نعرفه. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل حديثنا مع كابتن محمد حشيش. يا اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع كابتن محمد حشيش اللي منورنا في حلقتنا النهارده، واللي عايزين نعرف منه كمان يعني طبعا الى جانب التفاصيل النادي الاهلي اللي اتكلمنا فيها ولسه هنكمل فيها كلام، بس انا عايز اسال حضرتك على تقييمك لل يعني الموسم اللي فات ده من الدوري، ودي النسخه الاولى اللي تكون فيها مسابقه الدوري تحت اداره رابطه الانديه مش بشكل مباشر من خلال الاتحاد كما هو الحال سابقا، شفت التجربه دي لاي درجه كانت ناجحه؟ يعني انا شايف من وجهه نظر ان هي كانت تجربه ناجحه لرابطه الانديه، في حاجات ايجابيات حصلت فيها منها طبعا والاهم بالنسبه لي انا برغم الظروف اللي كانت صعبه ما بين فترات توقف كثيره بالنسبه للدوري، مباريات كاس العرب، تصفيات افريقيا بالنسبه للمنتخب اللي هي تصفيات كاس العالم،
الأمم الإفريقية، كل الكلام ده غير طبعا المباريات الأندية المشتركة في الأبطال أو الكونفدرالية برضو خدت تعطيل كبير وتوقف كتير في فترات كتيرة، وطبعا على رأسهم النادي الأهلي اللي هو الفريق الوحيد اللي كمل لغاية الآخر لغاية النهاية. ده كله ادى عبء طبعا على جدول الدوري طبعا. واحنا اساسا بادئين كنا برضو الموسم ده متاخر نتيجه لظروف كورونا، ونتيجه الموسم اللي قبله برضو اتاخر. ففي ظل الكلام ده كله والجدول ينتظم وتقدر برضو تنهي وتلعب الكاس القديمه وتخلص، يعني في حاجات كتيره برضو الحقيقه كانت معوقات بالنسبه لسنه اولى رابطه يعني صعبه شويه. وفي حاجات برضو من الايجابيات ان هم ابتدوا يرجعوا الجمهور تاني للاستادات، يعني صحيح باعداد قليله انما احسن من ما فيش، احسن ما تبعد كده في صحراء ما فيش اي حاجه، على الاقل 5000 هنا وهنا دي بتدي برضو يعني شكل شويه وحس للمباريات اللي من ان شاء الله باذن الله بنتمنى انها طبعا يعني تزيد خلال الموسم اللي جاي. يا ريت تبقى نص، توصل لنص حتى الاستادات، تدي طبعا يعني دعم كبير، وخصوصا الانديه الجماهيريه اللي على راسها طبعا اكبر جمهور هو جمهور طبعا النادي الاهلي اللي طول عمره يعني سبب رئيسي في بطولات النادي الاهلي. واحنا عارفين ان جمهور النادي الاهلي هو السبب الرئيسي في انه النادي الاهلي نادي القرن، لانه كان بيدعم طبعا سواء في المحلي او افريقيا او السفر او فانا شايف ان الرابطه الحقيقه يعني بعض القرارات اللي اتخذت برضو او العقوبات سواء للعيبه لاجهزه لجمهور، شفنا ادوا عقوبات السنه اللي فاتت لجماهير خرجت عن النص وظبطت الدنيا واستمر الجمهور بحاله كويسه يعني. فكل الكلام ده كويس ان شاء الله باذن الله يبقى عندهم افكار كتيره ان شاء الله. كمان في وجود كلاتنبرج لتطوير التحكيم نشوف برضو، لان كان برضو التحكيم كان فيه معوق شويه لاداء كتير بقى مش شويه معلش خلينا بقى صراحه على اداء المباريات طبعا وده طبعا بيعود على يعني ايه في مشاكل كتيره كانت بتحصل للرابطه طبعا، في شكاوى كتير كانت بتحصل وماتشات وعايزه تتعاد وفي يعني والصوره بشكل عام مش حلوه لمنظومه الكوره المصريه اصلا. احنا دلوقتي بنطلب منهم يعني بالترتيب كده جمهور يبقى اكتر عددا، يهتموا كمان بموضوع البث التلفزيوني، الاخراج، التصوير، الحاجات دي، عشان كمان يساعد الفار بقى وربنا ياخد بايده كده ويبقى كويس يعني خلال الفتره الجايه. الفار عايز فار عايز فار كبير شويه صحيح. فكل ده احنا طالبينه من الرابطه، طالبين ان احنا يبقى الدوري منتظم، جدول ينزل كامل لغايه الاخر. اذا كنا السنه دي خلصنا يا دوبك في اخر شهر 8، احنا عايزين نخلص بدري شويه برضو عشان نقدر بقى من الموسم اللي بعد كده نبتدي بطريقه صحيحه يعني ان شاء الله. طيب احنا كنا بنتكلم في نقطه مهمه انا وكريم في الانترو، حضرتك تبعتنا كابتن محمد، وقلنا ان لا يمكن مدير فني مهما كان عنده من الخطط ومن الاستراتيجي ومن يعني الاجنده وكل الكلام ده او تصور ان هو يشتغل لوحده، لازم يكون معاه فريق قوي. يمكن ده اللي حصل وكان محظوظ فيه بشكل كبير مش فايلر بس، مانويل خوسي، هم بيتقال مانويل جوزي يعني انا بنطقها بطريقتهم صح سو نفس الشخص المهم ايوه ف كان معاه جيل عظيم بصراحه صحيح. والبعض لو قارن بيقول لك لا ده كان جيل متفوق بشكل كبير جدا فنيا تمام. فده ساعد مانويل ان هو يقدر يحقق الانجازات اللي حصلت في نقول كام سنه اللي فاتوا اللي ملهاش مقارنه بصراحه صحيح. هل الجيل الحالي ده بالشكل ده انا مش هتكلم بالغيابات او بالاصابات، انا بتكلم الجيل اللي موجود قبل كل الكلام ده مع كولر يقدر يحقق نفس الانجاز، يقدر يحقق نفس الطموح بتاع جماهير النادي الاهلي، ولا بمنتهى الصراحه احنا محتاجين اعاده تبديل وتاهيل وصفقات جديده؟ خليني اعرف من حضرتك كابتن حشيش. بص احنا مش عايزين نظلم الاجيال، مفيش جيل زي التاني، وبصراحه كده يعني في كل مناحي الحياه عندنا اللي بيروح ما بيرجعش، الحاجه الكويسه اللي بتروح الحقيقه ما بترجعش. لازم نعترف بكده يعني. ولو مرينا كده على الاجيال يعني هتكلم على الجيل اللي انا كنت فيه ببلاش اللي قبله يعني، الجيل بتاع الكابتن خطيب واللعيبه، انت كنت بتلاقي 11 لعيب في الملعب منتخب مصر ونجوم. صحيح. الجمهور كان بيسعى وبيجري يروح الاستادات عشان يتفرج على اللعيبه دي، يتفرج على مين؟
أيوة. مين ولا مين ولا مين ولا مين. وبعدين كان دايما اي مدرب بيبقى موجود في النادي الاهلي عنده مشكله دايما يقول لك تدريب النادي الاهلي صعب لان كل الفرقه نجوم. صحيح. وكل طبعا. الفرقه منتخب مصر، فهيلاعب مين وما يلعبش مين ولازم يرضي الناس كلها ازاي. بس ده مش حاصل عندنا دلوقتي. دلوقتي مش حاصل خالص دلوقتي. خلينا ابقى صراحه، احنا بنيجي فتره من الفترات وشوف السنه اللي فاتت يعني بنقول ايه، لو قفشه مثلا غاب شويه بنقول ما فيش صانع العاب الدنيا وهو اللي كوره وبيمسك، لو ما اعرفش مين في خط الظهر كذا، لو الشناوي، لو لا احنا هنضطر ناجل بقيه اللوات لحلقه ثانيه لان للاسف الشديد وقت الفقره ده يعني انتهى. تمام. يا دوب نلحق نشكر حضرتك على وجودك معانا جزيل الشكر، وان شاء الله للحديث بقيه بطبيعه الحال ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا كابتن حشيش. بس هي عامه النقطه وصلت يعني. تمام. للاسف الشديد طبعا في فرق على الارض بشكل كبير. على كل حال نتمنى خير ان شاء الله للنادي الاهلي في الموسم الجديد تحت قياده كولر، وعندنا امال كبيره جدا والناس متفائله يا رب يكون عند حسن ظننا بإذن الله. نتمنى. هنروح بقى قبل الفاصل هننوه بس ان انا معايا هيكون انتهى خلاص كده مش هتكون معايا. انا زي الفل. انا بارك الله في برزك. هيكون معايا دكتور يام الحياوي وهنتكلم في ملف اعتقد هيهم حضراتكم وهو عن التغذيه والسمنه عند الاطفال. خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم في الفقره الاخيره، وزي ما احنا متعودين بتبقى فقره عن التغذيه، والنهارده هنتكلم عن ملف شويه يعني مش مختلف بس التاثير بتاعه هو اللي مختلف. هنتكلم عن يعني تاثير السمنه على حياه الشخص عاطفيا وعمليا، ازاي ممكن يبقى لها تاثير سلبي، ازاي ممكن تخلي الانسان تعيس، ازاي ممكن قد تصل ليه زي ما كنت بقول لحضراتكم في حلقات سابقه السمنه قد تؤدي الى الوفاه، يعني دي بحسب دراسات كتيره جدا كانت مؤخرا كمان معموله. فهنعرف كل ده والتفاصيل كمان، بس خلينا نرحب بدكتور هيام الحياوي اللي منورانا استشاري التغذيه العلاجيه. صباح الفل. صباح الفل. وموضوع مهم جدا وناس كتير ما بتبقاش فعلا عندها هذا الوعي من فكره ان السمنه ممكن مش بس تبقى شكل وحش، لا هي كمان لها تاثيرات سلبيه جدا على حياه ونفسيه الشخص. كتير جدا. انا عايز اقول يا نهاوند، انا يعني مؤخرا بقى مش بعالج السمنه كمشكله مقاس ان حد، زمان كان دايما السمنه في منظور يعني في منظور معظم الناس ان احنا عايز اخس يا دكتور عشان راح افرح، عشان انا فرح يقرب، يعني ان هي حاجه دايما رفاهيه او شكليات. عايز اقول لك دلوقتي السمنه للاسف هي عائق او حاجز منيع بالناس كتير وتحقيق احلامهم، ناس كتير ان هي توصل لشخص بتحبه، ان هي تكمل حياتها الزوجيه على فكره، وده دور كبير جدا ما نقدرش نتغافل عنه، ان حالات طلاق كتير جدا بتحصل نتيجه انت عندك سوشيال ميديا، الناس كلها قدامك قمر وحلوه رجاله وستات، فبالتالي انت دايما طول الوقت عينيكي عايزه تشوف شريك حياتك او شريكه حياتك دي بصوره حلوه، وده حق على فكره يعني مشروع ومش عيب خالص، فبس بقى عامل مشاكل كبيره جدا يا نهوان. طب احنا عايزين يعني دورنا بقى كدكاتره ان احنا مش بس بنحقق نزول وزن، الناس بتبص لها ميزان، رقم على ميزان انا حققته، لا انا بحس ان انا أنقذت حد، عملت له هدف في حياته، وصلته لحاجة نفسه فيها، شغل، حياة عاطفية، نجاح حياة زوجية مهددة ان هي ما تكملش، وده فعلا بنقابله كتير جدا في عياداتنا، ان انت بتعاملي الجانب النفسي، وده اللي خلاني على فكرة عملت ماجستير نفسية وعصبية جنب التغذية اصلا. مش بشتغل ومش بشتغله كعيادة نفسية بس من كتر يا نهاوند ما انا حسيته بصورة كبيرة جدا ان العيانة او العيان بيجي او الطفل، احنا بنتكلم نفسيا، بنخاطب النفسية قبل ما نخاطب الدايت. لازم تبتدي تشوفي المشكلة النفسية إيه عند الشخص. فأنا دلوقتي النهاردة عايزة أقول الحل إيه؟ الحل إيه إن إحنا نحل مشاكلنا النفسية والعاطفية المرتبطة بشكل كبير إحنا شايفين نفسنا إزاي؟ خلي بالك. هو بس عايز أقول لحضرتك على حاجة، هي القصة مش إن أنا شريكي يقبلني على قد ما أنا أبقى مرتاحة مع نفسي. بالزبط. يعني أنا مش هبقى أتقبل نفسي أولاً. يعني أنا مش هبقى عايزة أخس عشان حد يجي يعجب بيا أو إن أنا شريكي ما يروحش لحد تاني أو يتركني، ده كله ده يعني بس ده لما يحصل وأنت واثقة في نفسك حاجة تانية. ده ملوش معنى بالنسبة لو حصل أصلاً. إحنا مستغنين عن الشخص. بس في الاول وفي الاخر احنا لازم نكون عشان نفسنا. بالزبط. عشان ابقى باصه في المرايه راضيه عن نفسي، هي دي النقطه. هي عارفه بنبص لها ايه نهوان كمان، هو انت تقبلك لنفسك ده بينعكس في تقبل الاخرين ليكي سواء في شغل او في حياه اجتماعيه. بس اللي عايزين نقوله ان انت لما بتخسي ويبقى جسمك في حاله كويسه، انت ادائك في كل شيء حتى في مهامك اليوميه كزوجه كام كشابه بتنزل شغلها وبتتحرك كل شيء بيختلف. طب احنا عايزين نعمل ايه نهوان؟ احنا بنواجه مشكله كبيره جدا وهي الشهيه المفتوحه، الشهيه اللي احنا كلنا اللي هي
اطفال وكبار وصغيرين يا دكتوره. انا سواء في الشتاء ده بيجوع، في الصيف احنا في اجازات، احنا سفر، احنا سهر، فنعمل ايه في الشهيه؟ انا ما بقتش بطلب من الناس التزموا بورق الدايت فيها بيضتين وقطعه جبنه قريش وربع رغيف بلدي، ده بقى كده وهم وحلم. ده الدايت القديم ده. لا ده الروتين، الناس تخش على النت. انا صاحبتي عملت مع دكتور دايت نظام كيماوي مش عارفه ايه الحاجات بقى اللي كنا بنسمعها كتير قوي. انا ما بقتش بشتغل خالص يا نهاوند كده، عشان بقيت عايزه اوصل لاساس المشكله واحلها. فاحنا وباي ناتشرال الشركه قررنا احنا والفريق طبي كبير جدا ان احنا نشتغل على منتجات كتير، طبعا هي امنه مرخصه من وزاره الصحه، بس هي بتكفر او بتغطي احتياجات شريحه الاسره كلها. انت كأم مسؤوله، عندك اطفال، عندك زوج، عندك نفسك، عندك باباكي ومامتك الكبار في السن اللي عندهم امراض مزمنه زي السكر والضغط، بتواجهوا مشاكل كتير. فانت كأم مسؤوله تقدري النهارده لما تتفرجي علينا تعرفي ان احنا بنقدم لك الحلول لكل المشاكل. طب انت النهارده كأم هتبداي بنفسك بقى عشان احنا بنتكلم، او كشابه عشان قلنا الموضوع النهارده نهواند قالت ايه المشاكل العاطفيه، فهنبدا بالمشاكل دي كلها. طب هتعملي ايه وانت اصلا مكتئبه ونفسيتك وحشه وبتعاني من مشاكل كتير، فشهيتك بتتفتح اكتر، فنبتدي نخش في الدايره يعني المفرغه. 90% من الناس يعني بالزبط. في 10% بتتسد بس. بس ده قليل قوي يا نهواند، يعني دول بيحسدوا دول بقى ان انتوا مكتئبين وبتخسوا. طب يعني في ميزه؟ لا، احنا مكتئبين وبندخن، فعمالين الدايره تضيق علينا اكتر. فالنهارده احنا هنتكلم عن بايو ناتشرال والحل اللي بتقدمه ان هو بيستا او المجموعه العلاجيه، وهي بيستا وقلب مالتي فيت. دي الحل الامثل البسيط جدا جدا. ليه بسيط يا دكتور؟ علشان مش بيخاطب ارادتك، مش بيخاطب الحرمان، مش بيخاطب اللي انا اقول لك اقعدي وسط اصحابك او في عزومه او في اي لمه جميله في الصيف كده وما تاكليش، لا قدامك كل الاكل اللي معمول اشكال والوان، كلي اللي انت عايزاه، بس انا وقفت اصلا قدرتك على الاخذ بكميات كبيره. وده عن طريق ايه يا نهواند؟ احنا بناخد 3 اكياس يوميا من بيستا، وهو طعمه لطيف جدا، تفاح اخضر، بنحطها على كوبايه ميه وبناخدها قبل كل وجبه بنص ساعه لساعه، على حسب ايه؟ عشان في اختلاف في النقطه دي برضو عايزه اوجهها لبعض الناس. في ناس نوع ده نص ساعه غير ساعة، يعني شعورها ان هي قفلت فعليا، والبالون اللي هي الالياف من ردة القمح والشوفان وقشور السيليوم اللي هي عالية الجودة، لان طبعا جودة الحاجات دي يا نهواند تفرق جدا في نوع البالونة اللي اتكونت جوه جسمك. طيب ما انا دلوقتي صنعت جواكي بالونة بجودة عالية، الجودة دي عملت ايه يا نهواند؟ خلت قدرتك على الاكل، انت قدامك بيتزاية سهرانين في الصيف وطالبين بيتزا اوردر دليفري ظريف ومبسوطين، كنت في العادي هتاكلي مع جوزك نص بيتزاية مثلا، لا انا اكلت شريحة يا دكتور يعني انا ايه فكرت ان انا مدي ايدي على التانية لقيت نفسي مش قادرة. هو ده بالظبط دور بيستا، اللي انا مش عايزة اقمع رغباتك ولا شهيتك ولا امنعك من متع الحياة، بس انت تقدري توصلي لده بنفس هادية بسيطة وتاكلي كل اللي نفسك فيه. حلو جدا. يبقى احنا هنا بنتكلم عن الشق اللي هو ازاي انا احاول ما احرمش نفسي بالزبط. في نفس الوقت بيستا ازاي تأثيره بيكون بشكل ايجابي على البني ادم، ان هو ما بيحرموش، بس في نفس الوقت هو بيخليك انت اللي مش عايز تاكل بشكل كبير جدا، وبالتالي انت على مدار يعني وقت برضو مش هيكون طويل هتقدر ان انت توصل للوزن اللي انت عايزه بالزبط. وده اكيد تاثيره زي ما كنا بنتكلم ايجابي جدا على الحياه العاطفيه والحياه العمليه، لان زي ما كنا اتكلمنا في حلقه سابقه ممكن التخن او السمنه الزايده تؤثر ان انا ما الاقيش فرصه شغل رجل او امراه. اتكلمنا عليها مع بعض قبل كده ان احنا للاسف يعني، او مش للاسف، هو ده طبيعي ان انت ايمج اي مكان، انا بخش اي مكان باخد منه اي خدمه بتوقع ان الاقي شخص بيمثل المكان ده، شكله لائق، لبسه لائق، النظافه، كل التفاصيل دي بتفرق معانا جدا. فاكيد انا كصاحب عمل او مكان هرفض ان الشخص الواقف ده اللي بيمثلني يكون شكله غير لائق، فطبعا فقدان الوزن ضروري جدا. وبعدين بقى ايه، مش هيخلينا مثلا لما اتنين يبقوا رايحين مخطوبين او حاجه بقى لو هنتكلم الحياه العاطفيه نطلب سلطات وكده، هنطلب اللي احنا عايزينه بالزبط. بس احنا مش هنكمل اصلا الاكل بالظبط، فكميات هتقل فهتوفر له، فيبقى المنظومه لطيفه. بغض النظر مش عايزين نوفر، بس احنا عايزين ما ناكلش بقى. بصي احنا كل واحد عارف بقى. طيب احنا بيكون معانا كل حلقه حاله او كيس بتكون يعني من الواقع لناس جربوا هذا المنتج وازاي كان له تاثير ايجابي على حياتهم وفرق بشكل كبير بعد ما فقدوا للوزن. خلينا نتابع ونرجع نكمل. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. انا اسمي علي جمال محمود، سن 24 سنه، كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو. انا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر اتحرك، ما كنتش بقدر البس، صحابي كان بيجوا مثلا يقول لي يلا نلعب كوره، ما كنتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى في صعوبه عندي في الحركه، فكنت محروم من حاجات كتير قوي. بس بعد ما استخدمت بيستا كل الحاجات دي اتحلت. انا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا،
كان بيحسسني بالشبع وكنت باكل كل اللي انا عاوزه وما كانش عندي مشكله في الطعم نهائي لان طعمه كان طعم التفاح كاني بشرب عصير بالظبط. كنتش محروم من حاجه نهائي. انا كنت باخد بيستا بس كنت باكل بكميات قليله لانه بيحسسني بالشبع لمده طويله. وانا الصراحه بنصح اي حد عاوز يخس او عنده سمنه انه يجرب بيستا. طيب في ناس ممكن تيجي تقول انا دلوقتي عايز افضل حل علشان اقدر ان انا انزل في الوزن وفي نفس الوقت ما ارجعش في الوزن تاني وفي نفس الوقت يبقى شكلي هيلثي، فهل بيستا من وجهه نظر بقى دكتور هام وازاي ممكن تردي على الناس دي ان هو المنتج الافضل او المنتج لاي شخص بالمواصفات اللي انا قلتها بيكون فعلا بيستا الافضل ليه كاختيار؟ انت حضرتك عارفه الاختيارات كتيره طبعا. جدا في المنتجات طبعا. اللي زي كده منها اللي بيلعب على المخ طبعا. منها اللي بيلعب على ضربات القلب منها السليم ويمكن بيستا بينطبق عليه اخر نوع يعني، فخلينا نعرف منك. طيب خلينا نتكلم عن بيستا وشركه بايو ناتشرال بالاخص، وحابه ااكد ليه، لان بايو ناتشرال بتوفر مجموعه كبيره جدا متنوعه من المنتجات اللي هي مرخصة من وزارة الصحة موجودة بالصيدليات، وطبعا من خلال الأرقام اللي بتظهر على الشاشة لشركة بايو ناتشرال تقدر توفر لكم كل أنواع المنتجات اللي تناسب المراحل السنية والعمرية ولو عندنا أي مشاكل صحية يا نهاوند. طيب يبقى أنا قلت أول حاجة أساسية كشخص أنا مش طبيب عايز أتأكد إن الحاجة دي كويسة هي مرخصة من وزارة الصحة، أنا كده المنتج اللي ظاهر قدامي على الشاشة ده اتعمل عليه كل الأبحاث والتجارب ككواليتي وككل تفاصيل إن هو شيء اولا افكتيف يعني هيديني النتيجه اللي انا عايزاها وما فيهوش اي ضرر من اي نوع، دي اول خطوه. طب نيجي للحاجه الثانيه اللي انت سالتيها كان بقى الجزء الاولاني من السؤال والرد عليها الحاله اللي كانت موجوده معانا وهي علي. علي ده شاب لطيف جدا جدا كوميدي جدا، كان جاي لي وزنه كان شابي كده ووزنه ايه زايد بس شخصيه لطيفه ودمها خفيف جدا. يا دكتور انا اصحابي بيلعبوا كوره كل يوم خميس بالليل، دي السهره بتاعتنا ان احنا نقعد على القهوه ونروح نلعب كوره، انا بقعد اتفرج او بقعد هو كان بيقول لي كده بتكور معاهم وخلاص ودايما النتيجه بتكون عندي اصابات يا دكتور لان جسمي تقيل جدا جدا. هو كان بيقاوح يا عيني هو اللي هو يلعب كوره معاهم بس النتيجه انه كان دايما بيجي له اصابات في رجله في الاربطه نتيجه ان وزنه زايد جدا ان هو يلعب كوره. طيب فهو كان جاي لي يا دكتور انا دايما انا الصديق، بمناسبه بقى ان احنا بنتكلم النهارده عن الجزء العاطفي برده كان ضمن هو كوميدي ولطيف جدا، يا دكتور انا كل البنات واخداني اخ ليهم انا عايز اخطب زميله ليا بجد هو قالها لي كده. فانا بقول لك هو احنا عندنا نماذج كتير جدا من الحالات بتعرض لك الواقع اللي احنا عايشين فيه، ان شاب عايز يعمل ابسط الحاجات الطبيعيه جدا ان هو يمارس كوره مش بصوره بروفيشنال، هو بيلعب كل خميس دي المتعه عنده انه يمارس رياضه يلعب كره قدم مع زمايله من الشغل او من المنطقه، وان هو البنات اللي هو معجب بيهم وممكن عايز يتقدم لها يخطبها كلهم شايفينه اخ يعني نتيجه السمنه. للاسف دي النظره يعني اللي خلينا نقول ان هي الكومن هي يعني نشوفها حاجة صح او غلط بس واقعيه بالظبط، بس احنا بنتكلم في الواقع. فهو كان عنده الهدف الرهيب يقول يا دكتور اعملي اي حاجه انت والفريق عندك انا هلتزم بجد بس يعني حاولوا تريحوني في الدايت. عايز اقول لك انا ما اديتوش دايت، يعني انا عارفه ان هو مع كميات الاكل اللي هو حكاها لي واسلوب حياته عشان تدي له ورقه انا عارفه انه هيلتزم معايا اسبوع مش هيكمل التاني، وانا عايزه احقق له حلمه، عايزه اشيل العائق او الحاجز اللي واقف بينه وبين حاجات كتير هو عامله له ضيق شويه نفسيا. فاتجهنا لبيستا احنا والفريق الطبي او بايو ناتشرال ووفرت له الكورس الانسب ليه لسنه والمشاكل الصحيه اللي عنده. خدنا بيستا كان بياخده 3 مرات في اليوم كيس قبل كل وجبه على كوبايه ميه، يعني ممكن ياخده على الريق في كفطار قبل الفطار بالظبط كده قبل الفطار لانه هيخليه لما يجي يقعد بقى ياكل وجبه الفطار اللي هو كان متعود يدوس فيها جامد جدا ياكل 3-4 ترغيفه بلدي يا دكتور وحكى لي بقى يعني القصص. عادي على الريق ممكن ناخده بالظبط بالعكس ده كويس جدا لانه الياف فبالعكس هو هيسد الشهيه وينظم حركه الامعاء كبدايه لليوم بتاعنا هنا هون مع كوبايتين ميه. يا سلام يا سلام بقى لو احنا خدناه وشربنا بعديه من كوبايه لاتنين ميه قللنا كمان الحجم اللي باقي في المعده بتاعتنا. مش بس كده هو شاب في سن لسه برضو انا مش عايزه اعمل نقص لانه كان بياكل كميات كبيره جدا يا نهاوند حتى من البروتين الحيواني، عوضت ده بان انا اديته قلب مالتي فيت فيتامين في كل الاحتياجات لسنه طالما شخص ما عندوش مشكله صحيه يعني انا ما عنديش نقص معين. لو انا والفريق لما تواصلوا على الارقام بتاعت بايو ناتشرال وعرفنا بعتولنا تحاليل عاملينها لقينا ان في نقص عندنا في حاجه معينه هنصلح النقص ده زياده بمنتج تاني كمان مع قلب مالتي فيت، لكن لو انا شخص سليم الحمد لله ما عنديش مشاكل صحيه كل حاجه عندي في الرينج الطبيعي هناخد قلب مالتي فيت هيعوض نقص الكميات لو قللنا كميات اكلنا جامد.
كويس جدا. طيب في ناس تانية ممكن يبقى عندها بعض التساؤلات عن كم المية اللي احنا بنحتاجه في اليوم، هل ممكن اخد مثلا كوبايتين مية دافية على الريق، هل بتخس السعرات دي كلها حاجات برضو سؤال منتشرة. حلو قوي يا نهواند، انا مبسوطة بالسؤال ده، مش عايزة اقول لك اصل ده بقى عكس الطبيعي تماما. خلينا نتكلم عن الاجابة كاملة. المية ضروري يا جماعة، المية هي بنزين الجسم، هي الوقود اللي بيحرك الخلايا سواء عشان تحرق عشان تشتغل عشان تصنع، فما ينفعش احرم جسمي منها واقول رفاهية. انا ما بحب مش الميه يا دكتوره، مش موجود. لازم نشرب من 2.5 ل 3 لتر ميه يوميا، اتفقنا؟ دي حاجه. نيجي بقى للمعلومه اللي انت قلتيها اللي مجنناني، عايزه اقول لك يعني اللي هي ايه بقى، ميه دافيه على الريق يا دكتور بنقطه ليمون. دي بتنزل، لا بلاش ليمون، ميه دافيه. ميه دافيه من منطلق يا جماعه ان الميه الدافيه هتنزل على الدهون تعمل تش تسيحها، هو العكس تماما هو اللي صحيح. الميه الساقعه او الفتره هي اللي بتحرق دهون. طب ليه يا دكتوره اشرحي لنا، عشان احنا عايشين طول العمر ده فاكرين ان السخنه هي اللي بتنزل تسيح الدهون بتاعتنا. عشان بمنتهى البساطه جسمك بيحاول يسخنها عشان توصل لدرجه حراره الجسم، فبيبذل طاقه وانرجي عشان يدفي الميه اللي انت منزلها ساقعه، فبيحرق سعرات. اوكي، بمنتهى البساطه عشان بس ننسى. طب لو نزلتها له من الاول دافيه ما عملناش اي حاجه، شربنا ميه وخلاص. لكن الميه الساقعه بالعكس ساعدت كمان على زياده معدل الحرق، اللي بينصحوا بالميه السخنه كان قصدهم كده. طيب في حد ممكن يقول دلوقتي، او كيسز برضو موجوده اكيد قابلتي منها، الناس اللي هي اوفر ويت اللي هي عندها سمنه يعني، بيلجأوا ان هم يرتبطوا برضو بناس نفس الحجم، يعني هم بيحلوا المشكله بمشكله ثانيه، اللي هو دي اللي رضيت بيا هقول ده اللي رضي بيا عشان حجمي. فانت مش بتعالج المشكله، ده انت بتراقم بالزبط. المشكله. فاكيد قابلت ناس كده. ما هي دي بقى يا نهواند، ما هو دي الدايره اللي انا كنت لسه بحكي يعني لك عليها كده، هما الاثنين صعب جدا. بالظبط. ما هو احنا مش بكلمك على علي، علي شاب اهو مثال حي بقى، انا بتكلم عليه النهارده وبحكي قصته، ان هو كان بيواجه مشكله في الارتباط، ان هما شايفينه اخ عشان هو ممتلئ. للاسف سواء ده صح او غلط، بس ده اللي بيحصل في الواقع. فهو بيلاقي رفض، بيلاقي قبول من الشخص اللي هو مماثل ليه. طب انا مش ضد على فكره ان انت ممتلئ وهي ممتلئه وتتجوزوا، ده بالعكس حاجه كويسه جدا، بس حاولوا بقى تشجعوا بعض، انتوا بقى عندكم حاجه مشتركه، قاسم مشترك، خدوا خطوه. عايز اقول لك بتقابلني كتير الحمد لله برضو في العياده ومع الفريق في بايو ناتشرال، بجد دي حاجه بتبسطني جدا جدا، وبكون حريصه. عايز اقول لك لو مشوارهم طويل شويه، عندهم 50 60 كيلو، واحنا قلنا طبعا عايزين ناكد على معلومه ان بيستا بتنزل من 8 ل 12 كيلو شهريا يا نهواند بمنتهى البساطه. فانا لو شخص عندي 50 كيلو زياده في الوزن، بتكلم في من 4 ل 5 شهور على حسب انا رجل ولا سيده، طبيعه اكلي شكلها ايه، حرقي اساسا شكله ايه، سني ايه. فلو انا خسيت في 5 شهور، احنا الحمد لله بيستا وبايو ناتشرال حريصه ان المنتجات يكون سعرها اقتصادي، لان خلي بالك ضغوطات برضو هيبقى عندك اولويات في البيت، ولا انا اخسس نفسي هتقولي اولويات البيت. فاحنا كنا حريصين على ده. عايز اقول لك انا اوقات لما بيقابلني حالات زي دي، زوج وزوجه او ام وبنتها، زي ايه برضو كنت اتكلمت عليها في حلقات سابقه، ومشوارهم طويل شويه، بحاول اعمل لهم حاجه تساعدهم شويه ان يعني نتشجعوا، بحيث ما يبقاش العبء المادي هو السبب ان احنا نوقف المشوار بتاعنا. فيعني عايزه اقول لك ما عنديش مشكله، بس هنرجع تاني ان السبب في اللي انت بتقوليه ده هو ان انا بلاقي رفض من الاشخاص نتيجه السمنه او المرض بقى، لان هي مرض في الحاله دي، مرض السمنه اللي مشاكله بتكون كتير جدا، واولها المشاكل النفسيه. صح. طيب الوقت بيجري، فحابه ان احنا نحاول نروح لكل الزوايا يعني الخاصه بهذا الملف. ممكن شخص يكون مصاب بالاكتئاب لاي سبب، ان كان عاطفي عملي اسري او اي سبب، يكون اصلا ما عندوش القدره ان هو يساعد نفسه، فبالتالي لما اجي انا اقول له انت محتاج تخس، ولو خسيت دي هتبقى بدايه الخطوات نحو حياه افضل وغيره، تلاقي نفسيتك اتحسنت، فهو اصلا مش هيبقى سامعك. صح. فازاي بتتعاملوا مع الكيسز اللي هي الناس اللي هي فاقده الرغبه في اي حاجه؟ صح. في الدنيا وسايبه الامور زي ما هي وراضيه باللي هي فيه وخلاص. بنحقق ده بنتائج هو ما بياخدش فيها اكشن، يعني هو بيكونش شخص ايجابي. انت بتتكلمي عن شخص دلوقتي باسيف، هو شخص غير ايجابي. بالظبط، مش نتيجه حاجه عشان ما نميش عليه اللوم، بس هو عنده مشاكل نفسيه عامله له حاجز في الموضوع ده. طيب وادى، وخلي بالك مر بتجارب او محاولات للتخسيس كتير وفشلت، فده برضو خلي بالك تراكمات. طيب احنا هنعمل ايه، او احنا بنعمل في بايو ناتشرال كلنا بنحل المشكله دي ازاي؟ بنتي بتدي حل بسيط، هو بيمنعه بيقفله الشهيه غصب عنه، ما بنشتغلش على المخ. طب دي اول خطوه يا نهواند.
اديت الفيتامينز. طب يا دكتور الفيتامينز دي علشان ما يحصلش المشاكل بتترتب على فقدان الوزن، مش بس كده يا نهاوند، يعني في فيتامين دي، نقص فيتامين دي عند 3/4 المصريين بلا مبالغه بيؤدي الى ان معدل الحرق بيكون قليل، وحاله الفتيج والتعب والاكتئاب. فانا لما بديكي الحاجات اللي انا عارفه، السيلينيوم والزنك والفيتامين دي، كل العناصر دي بديها لك في كورس بايوناتيك قررت ان هي تديك حل يعني فعال فعلا. احنا ما كناش بنهزر، كنا مقررين ان انا احللك المشكله من جذورها، لان انا عارفه ان الجزء النفسي، التعب، الارهاق، فكره اصلا ان انا عندي نقص فيتامين دي فمرهقه وتعبانه بتخليني حتى ما عنديش استعداد انزل اتمشى في نادي، اتمشى مشوار، ما عنديش الطاقه لده عشان الفيتامين. فانا صلحت لك كل العوامل اللي حوالين فكره فقدان الوزن علشان تخسي، حتى لو انت شخص ما عندكيش الموتيفيشن، ما عندكيش الاراده، شخص واقفه في مرحله ان انا سلبي تجاه نفسي وصحتي، انا بحل ده بالمتابعه كمان. يعني مش بس ان انا اديتك المنتجات المظبوطه المرخصه من وزاره الصحه اللي هتساعدك في حل المشكله كلها، انا اديتك متابعه اسبوعيه في فريق طبي كامل على ارقام اللي ظاهره على الشاشه من فريق بايو ناتشرال، من اخصائيين التغذيه هيتواصل معاك اسبوعيا عشان يتابعك، ولو النتائج مش اللي احنا عايزينها هنبتدي نضيف حاجات تانية، هنبتدي نعدل لك في الخطه العلاجيه بتاعتك. رائع وبجد استفدنا كالعاده، نورتينا دكتور ريان، بشكرك جدا جدا. وزي ما سمعنا كده وبنسمع دايما من الفقره الطبيه، يعني كل حاجه ليها حل، بس المهم جدا يبقى عندك اراده، ما ينفعش ان انت تستسلم او تقول انا ما فيش حاجه جربتها ونفعت، دايما هتلاقي في حل، دايما هتلاقي في حاجه هتجربها وهتنفع. فمهم ان احنا نخلي بالنا من صحتنا في الاول في الاخر، لا قصه مظهر ولا قصه عاطفه ولا قصه عمل، الواحد لازم يحافظ على صحته يبقى هو راضي عن نفسه. بشكر حضراتكم على متابعتنا، نشوفكم في حلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي.